كلها الو بقى. ها؟ كلها الو. الو؟ الو؟ هي صح؟ لا يا راجل. كلها الو. 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 ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انت لسه صاحيه؟ بتنام بدري اصلا خلي بالك. لا انا اكيد قاعده اتفرج عليك. قاعده تتفرجي؟ بتفرج. طب ايه رايك في الحلقه؟ منورانا الاول طبعا في قناه الاهلي ومنوره الدنيا كلها، ومعاك يعني حد كلنا بنفتخر بيه كابتن محمد يوسف، شخصيه جميله جدا وكان لاعب موهوب جدا وحاجه جميله يعني ربنا يبارك لك فيه. هو طبعا انا سمعتك الكلام والله ما يعرف ان انت معانا على التليفون. ايوه لا وانا سامعه. يعني قولي لنا برضو لما كابتن محمد يوسف بيسافر وبيسيب لك المسؤوليه بتتعاملي معاها ازاي في ظل ان انت يعني انا تحديدا كمان مراتي كانت بتعاني وانا لعيب كوره خصوصا كمان وانا بسافر، فالموضوع بيبقى صعب عليكم. تعالي نتكلم بصراحه شويه. لا ده حقيقي طبعا، لان طبعا عبء الولاد وطبعا كل والبيت بتبقى كل حاجه شايلاها. على فكره برضو انا ليا صديقات كتيره برضو من زمايل محمد في الكوره كلنا بنعاني من نفس النقطه، حتى ما هم كانوا لعيبه برضو المعسكرات فترات طويله زي ما محمد ذكر كده الله يرحمه كابتن جوهري، قلت ان عيد ميلاده النهارده فبنفتكره طبعا، فكان طبعا معسكرات بياخدهم معسكرات طويله قوي. فالواحد خلاص خدت على كده اتعودت. بس طبعا الحاجات اللي بتفرق بقى قوي ان انا ده بحسه بيفرق مع الولاد اكتر. اكيد يعني بيحرم الولاد من لقطات كده يعني يعني بتبقى سايبه اثر في نفسيتهم. يعني هو عارف نادين نادين يعني كنت نادين مش ناسيالي اللي ما حضرتش الجراديشن بتاعها في ال كان عندي مباراه مع النادي الاهلي، فبتقول لي ايه بقى براءة يعني، بتقول لي طب ما انت يعني الجراديشن بتاعي انا هي دي مره في السنه، قلت لها طب ماشي المباراه بقى مين؟ بيحصل ف قلت لي طب ممكن هي فاهمه بقى المباراه دي هنلعب مثلا، بس يعني تفهم، بس هي لسه يعني شايلها برضه. لا لا يعني هو ده اللي انا بقصده، انه يبقى في حاجات بتبقى هم يعني شايلينها في نفسهم، كان يبقى ليه ذكرى حلوه ان هي هو يحضر لها حاجه زي كده، لان دي حاجه مره في العمر بتحصل. فطبعا بس هم طبعا مقدرين ده وقد ايه هم بيبقوا فخورين دي. انا عايزه اقول لك الحته دي فيه جدا، هو ما شاء الله يعني شغله نمره واحد واثنين وثلاثه. اكيد يعني هو شخصيا ناجحه كده يعني، اعذريه فعلا الشخصيه الناجحه. انا عارفه ومقدرين وهم حابين فيه كده، لان انا بشوف هو ده بيبقى رول موديل ليهم. إيه ان هو ازاي بيبقى بيفقد عمله وبيتفانى في عمله، وازاي هو يعني حتى الكبار يعني انا عندي بنتين كبار وعندي ادم دلوقتي 8 سنين. بس الكبار شافوا ده قوي، فهم خدوا شربوا ده من ان هي لما تعمل حاجه ازاي تعملها باتقان، وازاي تبقى ريسبونسبل في الحاجه بتاعتها. تمام. وتعملها على اكمل وجه لان شافوه هو كده. فدي هم حاجه على قد ما طبعا زي ما بقول لك بتبقى سايبه اثر في نفسيتهم، بس قد ايه هم بيبقوا فخورين بيه. اكيد. وحاسين قد ايه ان بقيمه العمل اللي هو بيعمله، لان هو في وقت من الاوقات يعني هم شافوه في كل مراحل بقى. يعني هو لاعب الكبار بالذات طبعا، الصغير لسه ما شافوه هو لاعب دومي، حتى كان لسه دومي كان لسه بيتفرج على لقطات الماتشات اللي كنتوا جايبينها، ف يعني كان مبهور. هو دومي طالع مستنسخ في الكوره، انا شفته يعني. بص هم ما شاء الله عليه. انا بشوف في حاجات يعني ما شاء الله، الاوفرات اللي بيرفعها نفس الاوفرات اللي كان محمد. انا طبعا مش كرويه على فكره خالص يعني، انا بس بتفرج على المباريات اللي ليها علاقه بمحمد. لا والاصرار بتاعه ده انا بشوفه، رحت شفته كذا مره لما واحد بيعدي منه بيقعد يعيط. لا دلوقتي بيدخل. ربنا يخليه لك يا رب. يعني انا مش هقول لك بقى هو بيحب الاسئله المعتاده دي، بيحب ياكل انا ايه وبيشرب ايه والكلام ده كله، انا عايز بس اقول لك المواقف اللي مثلا خسران ماتش لا قدر الله، يعني جاله مثلا ان هو خلاص مش هيكمل في نادي، بتقابليه ازاي او انت بتهوني عليه الموقف ازاي؟ انت بتتكلم كلاعب ولا لا كمدرب؟ كمدرب. لا بص محمد عنده، انا بشوف يعني انا بشوف كده، هو عنده نضج فكري.
هو بيفصل انا عارف يعني بيفكر دايما حتى قبل ما بياخد قرار ان هو يعني يقبل عرض من العروض اللي موجوده بيدرسها قوي يعني بيفكر كويس ويدرسها كويس سواء يعني انا بتكلم سواء يعني نجحت التجربه او ما نجحتش او حتى ما كبلتش في تجارب هو ما خدش فرصته كامله عشان نقدر نقول ان فشلت او نجحت بالظبط بس يعني من خلال في النادي الاهلي هو الحمد لله كانت تجربه ناجحه جدا لما راح العراق برضه كان مع اتحاد الشرطه كانت تجربه ناجحه وعلى فكره هو من الناس اعتقد المدربين القلائل اللي لعبوا بطوله افريقيا وبطوله اسيا لعب مع فرقته كانت بطوله اسيا وكان الفرقه الوحيده اللي كل الماتشات ما اتغلبتش خالص فهو اوريدي حقق نجاحات برضو خارج النادي الاهلي يعني الحمد لله يعني لما راح العراق ما كنتيش خايفه شويه؟ لا طبعا كنت خايفه موت في الاول وبعدين هو لذلك هو الاول لما اتفق مع الناس انا مش متذكره طبعا محمد ممكن يقول لي رئيس النادي كان شخصيه برضو جميله جدا متذكره اسمه كلمه وقال له طب انا هاجي اشوف ايه الوضع يعني هو طمنه وقال له لا المكان اللي موجود فيه احنا في بغداد والمكان امن ما فيش اي حاجه ولما محمد راح هو قال لي هو زي احنا عندنا هنا مثلا في مصر احنا عندنا منطقه سيناء فيها شويه ارهاب وفيها يعني حملات ارهابيه كده وتفجيرات وحاجات هو كان نفس الوضع اللي في منطقه معينه هناك برضه هي اللي عليها المشاكل بالظبط الباقي المنطقه بتبقى اولموست سيف يعني ما احنا برضه هنا كان في تفجيرات بتحصل يعني جوه القاهره فيعني انت عارف الفتره برضه كانت في كل المنطقه على فكره مش بس هنا يعني في المانيا كان بيحصل برضو تفجيرات في كل العالم ايطاليا في كل العالم بالظبط كده ما بقاش في مكان امن 100% يعني اكيد يعني الحمد لله هو لما هناك قال لي طمني حتى كنت دايما اقول له في اجازات كده ابعت لي وانا اجي عايزه اروح اشوف يعني العراق دي وقد ايه هو كان بيتكلم عنها كويس قوي قد ايه هم شعب مثقف يعني دايما كان يقول لي مقوله ان الكتاب يكتب في القاهره او في مصر ويطبع في لبنان ويقرا الله يعني دي حاجه معروفه مثقفه جدا تمام يعني احنا عايزين نسالك اسئله كتيره جدا بس احنا سهرناكي وربنا يخلي لك كابتن محمد يوسف شخصيه جميله جدا وان شاء الله تشوفي دومي كمان يعني حاجه كده امتداد ممكن تقولي له ايه بقى في الاخر كده على الهوا هقول له يعني احنا فخورين بيك وكالعاده يعني ودايما بالتوفيق كده ربنا معاك ويكون اللي جاي احسن كمان من اللي فات ان شاء الله نورتينا وشرفتينا لينا وللولاد طبعا يعني انا بشكرك جدا وربنا يخليكي وزي انا صيدتك قبل ما تخش على الهواء مش عارف سمعتي ولا لا سمعت كل حاجه انت عارف خلي بالك اصل الستات ربنا يخليكم ونورتينا وشرفتينا وتصبحوا على خير